الضيوف الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي. إنه لمن واجباتنا الوطنية والقومية أيضا أن نقف بوجه خطاب الكراهية والطائفية الذي ينتشر عبر الإعلام التقليدي والإعلام الاجتماعي الحديث. وهذا الخطاب المقيت نعتبره يصب في خدمة أهداف منظومات الاستبداد والصهيونية العالمية والبلدان الاستعمارية الساعية لتقسيم الشعب العربي إلى جماعات متصارعة وفق عناوين مختلفة حسب المراحل والفترات الزمنية، تمهيداً لمزيد من تجزئة الأوطان المجزأة. هذا ومن المعروف أن الدولة هنا قد عملت خلال فترات طويلة على تهميش طائفة بعينها والتحريض ضدها من خلال مؤسساتها وخاصة الإعلامية منها، وتراخت عن إنفاذ القوانين تجاه المسيئين والمتجاوزين بحق طائفة كاملة وبرموزها محل التقديس، بل وقامت بتطويع التشريعات وإصاغة استعمال القوانين بأن زجت بالصحفيين والناقدين والمعارضين في السجون بتهمة ملفقة تزعم أن مرتكبيها ينالون من رموز مقدسة. في الأزمان الماضية كانت الكراهية كسلوك جماعي نتيجة للتكتلات الجغرافية للجماعات ذات اللون الواحد ولبعد المسافات ونسج التخيلات. أما الآن وفي الزمن المعاصر فإن تلك الأسباب قد اضمحلت ولم يبقى منها سوى المصطنع من قبل الحكومات والتنظيمات الرجعية. ضيوفنا الأعزاء، نستضيف هذه الليلة في منتدى الوحدوي المحاضرة والباحثة الأكاديمية الدكتورة نجاح صنقور والمحامي والكاتب الأستاذ إبراهيم المناعي لتحدث لنا عن مواجهة الخطاب الطائفي، ونبدأ مع الدكتورة نجاح صنقور. تفضل دكتورة. السلام عليكم، الشكر والتقدير إلى الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي وأعضاء مجلس الإدارة والمنتسبين والعاملين. أنا مسوية برزنتيشن صغير في، الله يسلمكم، يعني في بانوراما، أنا أقول بانوراما جزر اللؤلؤ. عينت بس طائفتين الكريمتين، السنة والشيعة، ما تكلمت عن الأديان الأخرى. إحنا عندنا خارطة ديموغرافية ويعني متشعبة، كل الديانات وكل الحضارات عاشت في بلدنا بسلام وأمن ومجتمعي وارتباط يعني في المعاملة في الحياة في العمل، وصل حتى للمصاهرة. ركزت بس على الطائفتين الكريمتين السنة والشيعة، وإلا دلاك يعني كان يبليهم بعد يطول الموضوع. أنا حطيت الباكراوند الموسيقى اللي هي علي بحر، يعني لأن فعلا الله يرحمه مشتاقين له واشتقنا لصوته. هذه صورة طبيعية من بلثامة يسمونها، اللي هي هيرة من هيرات البحرين مشهورة، فيها مرجان، فيها كل الكائنات البحرية. التشارك المجتمعي من أن اختصت بس
تمثلكم أبناء الطائفتين الكريمتين السنية والشيعية. مثل العشق ما ينكف من الصيف. البحرين وسكانها من القبائل العربية اللي هم قبلوا استقبال كثير من الهجرات من فوق الخليج العربي الشرقي والغربي ومن الجزيرة العربية وحتى من الدول الآسيوية، عاشوا معهم في كل مكان. طبعا شعب البحرين يعني كله واللي يسكن يمنه بعد يصير يطبع بطبايع اهل البحرين. اهل البحرين خصائص الاجتماعيه اللي فيهم فريده، بحيث انه حتى اللي يسكن جنبك يصير نفسه، يعني ما يقدر يصير غير، حتى لو سريه لازم يصير يعني يطبع بطبايعنا يعني. بعد له خصائص معينه، هذه يعني مو تحيز مني كبحرينيه قلت هذا الحكي، هذا في عليه دراسات فعلا اجتماعيه. يعني يا يعني دكتورة هدى اجتماعي، البحرين عابرة للطائفية، الجن وحدة السلم منابذة التعصب، يعني هذه الوحدة والإجماع من زمان عندنا. صور التعايش السلمي ما بين الطائفتين، عندك اثنين، واحد، اثنين، عندنا من التعايش السياسي ثلاث مراحل، المرحلة الأولى اللي هو بعد الاستقلال، المرحلة الثانية اللي هو بعد الميثاق وصارت الجمعيات السياسية الطائفتين، سنة وشيعة يعني صار فيها، وتكتلات، المرحلة الثالثة اللي بعد 2011، هني في تصاهر كبير كان يعني من قبل السبعينات، تصاهر العوائل سنية وشيعية، وفي أبناء وفي أبناء يعني مزدوجين من الطائفتين، أوكي؟ بعد أحداث 2011 بعض الأسر تفككت، لكن مو بهالحدة، بعضهم رجع، بعضهم لا يزال. في عندنا التعايش الاجتماعي، التعايش الثقافي، تعايش اقتصادي، كثير من الشراكات وشركات اللي هي انك تشوفين مشاركه بين تجار من الطائفتين. غرفه التجاره والصناعه البحرين اكبر مثال، اللي هي كونت 1938 ومن بعدين فيها. بعد الاحداث 2011 طبعا في عندنا صارت اشكالات، لكن الحمد لله يعني رد اللحمه، يعني الناس هي اكثر من الظروف. في عندنا اشكال التشارك التعايش او اشكال، هذيك صور هذيك موجوده، هذه اشكال اللي هي عندنا، هذه ما يشوفونها قاعدين سامعني. بعدنا لجان مشتركه حتى في المصارف، في البنك المركزي عندنا لجان، ترى سنه وشيعه كلهم ما حد يعرفهم، لكن هذين من سنينها ولاد يتوارثونها الموضوع، ان في لجان حتى في الربا يمكن احنا ما نعرف عنها، ناس واجد ما يعرفون عنها، بس هذه متوفره موجوده. احنا عندنا اللي هو تمازج حتى في الحكم في 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 الحكومات اللي كانت قبل، كان في مناصفه بين طائفتين، الا بعدين صارت بعد الميثاق صار قلت الجمعيات السياسية، إلى أن صار 2011 صار يعني حسب الكفاءة. إحنا ما نبي بعد محاصصة طائفية، إحنا كشعب مثقف أكاديمي اليوم في البحرين إحنا نرفض المحاصصة، يجيبون لي شيعي وهو ما يعرف شيء، لا يجيبون لي سني وهو ما يعرف شيء، أنا أبغي كفاءة، أبغي واحد يبني، ما إنه لأنه ينتمي للمؤسسة أو للديانة الفلانية. طيب عن هذه احنا عندنا ديباجة الدستور مملكة البحرين، اللي هو يأكد على ان هوية البحرين الثقافية والاجتماعية ان هي من جميع الطوائف، بغض النظر عن انتمائك العرقي او معتقدك. وهذا احنا اللي وراء الدستور، فحطيتني بعض المواد بالدستور اللي هي مقومات أساسية للمجتمع، اللي هو أهم شيء المساواة في تحقيق الفرص، وهي من
مقاومات المجتمع في الباب الثاني من الدستور مادة رقم 4 تصير مادة رقم 5 في الميثاق العمل الوطني. هذه الباب الثالث اللي هي الحقوق والواجبات العامة مادة رقم 18 بعد تأكد على أن الكل سواسية أمام القانون. إيه أحسن. وهذه طبعا حرية التعبير مكفولة ما دام أنه ما تتخطى إلى الطائفية. إذن فحرية التعبير مو مطلقة، في شروط إليها مشروطة بأنه لا تتعدى على الآخر، على المعتقد أو على احترام الآخر. لي بعد نفس الشيء أكد عليها. طبعا الإسلام له الدين لكن هو معناته أنه هو الدين الرئيسي، جزء من التشريع، مصدر مصادر التشريع، وليس إلا لأن إحنا عندنا عدد طوائف. هذه كثير من الناس ما ينتبهون لها. من ينتبه لها؟ جمعيات المسيحية والبوذية والهندوسية، أنا ياهم يعني أنا مشتركة فيها ياهم. هم قالوا لي يعني أنت ويا الكاوديا المسلم، إحنا هذا كونستيتيوشن مالكم، يقول مو بس انتون، والله العظيم هم اللي لفتوا نظرها فعلا. يعني ترى ان احنا مصدر مصادر التشريع وليست التشريع كله. يعني احنا مو مثل الشقيقة الكبرى السعودية اللي لازم الاسلام، لا، احنا اذا في نوع من المرونة. وهذه التوصيات ان نتمنى ان تكرر هذه المحاضرات، لان فعلا التوعية الجماهيرية بدل الجهل من اهم أدوار الجمعيات السياسية، دوركم هذا. وإن يجب إن إحنا بعد نوصل إلى حتى المناهج التعليم إذا نقدر نوصل إليهم وننشرها بأكثر من ذلك. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا الدكتور نجاح. أما الآن ننتقل إلى كلمة الأستاذ إبراهيم المناعي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحب أشكر الدكتور على المحاضرة القيمة، و أشكر حضوركم الكريم، وأشكر الأستاذ حسن على دعوته، وأشكر كذلك المشروع الإصلاحي الذي أتاح لنا جزءا من حرية التعبير. بالنسبة إلى الطائفية، طبعا الطائفية شر مستطير ترفضه كل الشعوب والأشخاص السوية. لا يمكن أن يتقبل الطائفية أو تصدر منه أو يصدر منه نفس طائفي إلا شخص مريض أو عدو أو صاحب أجندة شخصية أو مؤسسية. إحنا في البحرين الحمد لله عشنا مئات السنين سنة وشيعة إخوان وأصدقاء وأحباء وأقارب، بيننا نسب ومصاهرة، وبيننا علاقات ثقافية وتجارية وأسرية متواصلة ومتجذرة في مجتمع يسوده الحب والوئام والتعاون والمشاركة في جميع الفعاليات. فالبحرين لم تعرف الطائفية منذ مئات السنين، وحتى لو حدثت حادثة عارضة كما حدثت في 1954 في يونيو 1954
سرعان ما تجاوزها مجتمع البحرين بتأسيس هيئة الاتحاد الوطني وقضى على الفتنة الطائفية. وكلما أراد شخص أو فئة أو مؤسسة أو أيا كان أن يبث الفتنة الطائفية في مجتمع البحرين، كلما تصدى لها مجتمع البحرين، لأننا نحن نعيش في أسرة واحدة وسفينة واحدة، إذا تضررت تضرر الجميع. فالنفس الطائفي مرفوض من مختلف أطياف مجتمع البحرين. علشان نعرف من وين يصدر النفس الطائفي، أنا بتكلم في المحاضرة في محورين اثنين. أولا تعريف الفئات التي يصدر منها النفس الطائفي، والمحور الثاني سيكون كيف نتصدى للنفس الطائفي. الفئات التي يصدر منها النفس الطائفي تكون إما من أشخاص أو من مؤسسات أو من حاقدين وأعداء للوطن. الأشخاص إما أن يكون شخصاً مريضاً بالطائفية، ولد ونشأ وترعرع في محيط طائفي، فالأب طائفي والأم طائفية والبيت طائفي والفريج اللي يسكن فيه طائفي، المسجد أو الماتم اللي يروح له أيضاً طائفي، وقد تكون المدرسة أيضاً عليها صبغة طائفية فيتشبع بالطائفية. هذا الشخص ما عنده أي هدف من بث سموم الطائفية، وإنما هو مريض نفسياً بالطائفية فيمارس الطائفية بشكل عفوي. وهؤلاء الحمد لله رب العالمين قلة عندنا في البحرين. يبقى عندنا الشخص الثاني الذي يمارس الطائفية أو النفس الطائفي ذو المصالح الخاصة. النفس الطائفي عادة يصدر من رجال الدين أو من أشخاص متشبعين دينيا. فالأشخاص الذين لهم أهداف شخصية من النفس الطائفي لهم مصالح استحواذ أو استقطاب مجموعات معينة في المجتمع من البسطاء من أجل استحقاقات نيابية مثلا، يكون له مجموعة يظهر بصورة أنه هو الحامي لعقيدتهم فيشيطن الطرف الآخر ويحرض على الطرف الآخر ويبين لمجموعته أن الطرف الآخر يشكل خطراً عليه، فتعالوا إلي لكي أنا أحميكم منهم ويدافع عنكم، فانتخبوني لكي أصل إلى البرلمان مثلاً أو إلى زعامة معينة لكي أحميكم عنهم. ويكون أيضاً النفس الطائفي مؤسسي بمعنى أنه يصدر من منابر سياسية سواء كانت جمعيات أو مؤسسات أو مراكز، وقد يصدر من مراكز ثقافية، وقد يصدر من أي تجمعات أخرى لها أجندة سياسية أيضا. القصد منها هو استقطاب عدد معين من طائفته من أجل أن يحقق أجندة معينة تخدم المؤسسة التي
ينتمي إليها. وبالإضافة إلى النفس الطائفي الشخصي، سواء كان مريض أو عنده أهداف شخصية، والنفس الطائفي المؤسسي أيضا، هناك نفس طائفي يصدر من أعداء للبحرين. هؤلاء الأعداء قد يكونون في البحرين أو يكونون خارج البحرين. إلى ماذا يهدفون؟ يهدفون إلى خلخلة البلد أو النظام في البلد، وخلخلة المجتمع، وبث روح الكراهية، والوصول إلى تهديد السلم الأهلي والفتنة الطائفية. وجود الطائفية في المجتمع يعمل شرخ في المجتمع. الشرخ الذي يحدث في المجتمع يشق الصف الوطني. عندما يكون هناك شق في الصف الوطني يؤثر بالتالي على الوحدة الوطنية ويفتت الوحدة الوطنية. عندما تتفتت الوحدة الوطنية تصبح الجبهة الداخلية هشة وسهلة للاختراق، وبالتالي يخترقونها بالأكاذيب، بالفبركات، بالإشاعات، وبتجنيد أيضا بعض العناصر من ذات البلد من أجل التخريب في البلد. فهؤلاء هم الذين يمارسون الطائفية بعداء وبمنهجية أيضا. وأعداء البحرين هم أسوأ الجهات أو الفئات التي تمارس الطائفية. الخطاب الطائفي له أدوات معينة. فالجانب الشيعي مثلا يتمسك بأدوات المظلومية مثلا، أو الاضطهاد الديني، أو التمييز. وللأسف الشديد أن الأعداء يستغلون هذه الأدوات ويكرسونها ويحاولون أن يرسخونها أيضا في أذهان الناس لكي يحدث العداء ما بين الفريقين. أدوات الشارع السني تتجه عادة إلى التكفير، تكفير الجانب الشيعي. يقولون هذول الجماعة عندهم طقوس وشعائر وكذا لم ينزل الله بها من سلطان مثلا. وأيضا شيطنة الشارع الشيعي من قبل السنة بإلصاقهم بإيران، كله من إيران، الشعار كله من إيران. فعلشان أنت تخوف الشارع السني من الشيعة يجب أن ترسخ في ذهن الشارع السني أن هؤلاء يعملون لصالح إيران أو لجهة أو لمصالح أجندات أجنبية. فبالتالي يستقطب هو مجموعته ويصبح الحامي والمدافع عن جماعته والبطل، وبذلك يتحقق الشرخ الطائفي لكي يستفيد هو منه. فالطائفية إذن لا تخدم المجتمعات بشكل عام، وإنما تخدم فئات معينة، سواء كانوا أشخاص أو مؤسسات أو أعداء.
دستور البحرين تطرق إلى الطائفية ونبذ الطائفية في المادة 23 من الدستور، تنص على أنه لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية. إذن دستور البحرين عالج نقطة الطائفية ورفضها وجرم أيضا كل من يسعى إلى الفرقة وإلى الطائفية. في قانون العقوبات هناك مواد كثيرة تطرقت إلى تجريم الطائفية، من المادة 309 إلى المادة 315. أقول لكم مادة واحدة، مثلاً 309 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز 100 دينار من تعدى بإحدى طرق العلانية على إحدى الملل المعترف بها أو حقر من شعائرها. ويستمر التجريم في قانون العقوبات البحريني لعام 76 إلى المادة 315، وهو يجرم أي عمل يهدف إلى شق الصف الوطني أو إلى الطائفية. المحور الثاني اللي هو كيف نحصن أنفسنا من الطائفية، وهذا محور أنا أعتقد أنه هو جدا مهم لأنه يحتاج إلى بعض الجهود أيضا. مجتمع البحرين مجتمع مثقف وواعي، ولكني دائما أنا أتحفظ عليه أنه أحيانا يكون سلبي غير فاعل، ربما الأدوات التي يستخدمها غير متاحة له أو غير ذلك، ولكن لابد من أن يتحرك مجتمع البحرين. إحنا علشان نحصن أنفسنا من الطائفية علينا يعني أولا أن نقوي اللحمة الوطنية، نقويها بالتواصل ما بين الطوائف. نقطة التواصل هذه تكاد تكون معدومة في مجتمع البحرين. هناك عزلة للأسف الشديد ما بين مكونات مجتمع البحرين، يعني أهل سترة ما يعرفون أهل محرق، وأهل الرفوع ما يعرفون أهل الودرات، وأهل جد حافس ما يعرفون أهل بدية، ولا في تفاعل حتى ما بينهم. فأنا أدعو ولو كان حتى من خلال هذه الجمعية أيضا أن هي تخاطب وزارة التربية والتعليم، وتخاطب وزارة الهيئة العامة للثقافة والآثار، وتخاطب أيضا المؤسسة العامة للشباب والرياضة، أنه تكون هناك في فعاليات مشتركة ما بين السنة والشيعة المؤسسية. أنا ما قد شفت مرة مثلا كذي أنه في نادي مثلا كذي في الرفاع عمل فعالية مع نادي في سترة، ولا نادي في محرق راح مثلا زيارة وفعالية مع نادي في جد حفص أو راس رمان. فالأنشطة الرياضية الفعاليات المشتركة سواء كانت فنية أو غيرها، الزيارات المتبادلة، المشاركة في الاحتفاليات وفي المناسبات أيضا، المشاركة المشتركة ما بين الفريقين، هذه ستساعد المجتمع على أن يعرف بعضه بعض أكثر ويلتئم أكثر ويلتحم أكثر. فقصة التواصل هذه ما بين مكونات المجتمع ما بين السنة والشيعة مطلوبة، وأنا أرجو أن
أن تكون هناك مبادرة من الجمعيات السياسية أو من أي جمعيات أخرى للقضاء على العزلة هذه ما بين المكون الشيعي والمكون السني، ولكي نقضي على شيء اسمه التوجس ما بين الفريقين، لأن نحن بعد من بعد أحداث 2011 صار في شوية توجس وريبة وكذا. فأنا أتمنى أن يكون في هناك تواصل ما بين الطائفتين إن شاء الله في من خلال فعاليات مشتركة فنية ورياضية وغيرها. العنصر الثاني لمواجهة النفس الطائفي هو تقوية الجبهة الداخلية في البحرين، لأن النفس الطائفي يستهدف الجبهة الداخلية، والجبهة الداخلية متى ما كانت هشة سهل اختراقها من أي فريق ومن أي جهة ومن أي فئة. فتقوية الجبهة الداخلية أنا أتصور أن هي تتم عن طريق التوافق الوطني، التوافق الوطني على مختلف الملفات، التوافق الوطني على المصطلحات أيضا، لأن مصطلحات مثل الوطنية ماذا تعني لي أنا الوطنية وماذا تعني لك أنت الوطنية وماذا يعني لك السلم الأهلي وماذا تعني لك الديمقراطية وماذا يعني لك المشروع الإصلاحي وماذا تعني لك الاستحقاقات الانتخابية. التوافقات أو التوافق الوطني سوف يؤدي يعني بالضرورة إلى الوحدة الوطنية. الوحدة الوطنية هي صمام الأمان لمجتمع البحرين. أنا أرجو أن يتم شيء من هذا القبيل بالنسبة إلى التوافق الوطني ما بين مكونات مجتمع البحرين. في الختام أنا أرجو من الله سبحانه وتعالى أن إحنا نكون في خير وعز وأمن وأمان، وإن شاء الله نسلم البحرين إلى الأجيال القادمة وهي تنعم بالأمن والأمان والمحبة والتسامح. شكرا لكم. شكرا جزيلا للأستاذ إبراهيم المناعي ولتوصياته العملية. أما الآن نفتح باب المداخلات وتسجيل الأسماء. اسم الكريم أستاذة؟ من أي بان؟ الاسم أستاذ؟ أي بان؟ جعفر الدروزي. أيضا حسين الصفا. أستاذ جاسم، نبدأ بالمداخلات الخمس الأولى. الأستاذة هدى تفضلي. دكتورة تفضلي. إيه منصة المداخلات. مساء الخير لكم جميعا. طبعا شكرا لتجمع الوطني الديمقراطي ولطرح هذا الموضوع الحيوي الهام، واللي هو يعني مجتمعنا الان كله على المحك فيه. وشكرا للمنتدين دكتوره نجاح والاستاذ ابراهيم على طرحهم الرائع لهذا الموضوع والمتحفظ انا بقول يعني. اوكي. واسمحوا لي أول شيء أن أقول طبعاً أنا يعني ربما أنا قريت الدستور والميثاق كثيراً، ولكن الحين دكتورة نجاح استوقفتني في مسألة المادة الثانية اللي هذه المادة طبعاً تسجل تقدم حق الدستور البحريني في مسألة أنه يجعل الدين الإسلامي مصدر من مصادر التشريع. في مصر ذبحة عندهم على هذه المادة الثانية. anyway والبقية طبعاً ما في عليها خلاف. الأستاذ إبراهيم
أنا اسمح لي أختلف معاك في مسألة العزلة ومسألة الشق أو التباعد أو العزلة. يعني لو أنت تغوص في المجتمع البحريني بتلقى هالمحرك يتغدون عند هالسترة وهالسترة في أحلى سمك عندنا نروح ناخذه من سترة من سوق سترة في بنك الأحداث في قلب الأحداث. يعني في قصة لازم أقولها لكم من كثر ما قلتها، لأنها في 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 2012 يعني نهايات 2011 و2012 أنا كنت رايحة مركز كونو الثقافي وضعت ما دليت أروح أول مرة أروح لها، فرحت القرية صالحية كأنها مصلية. أي ها أو المصلى أو I don't know. المهم إن أنا رحت طبعًا أنا يعني كان في الليل الساعة 8 كان في تظليم ظلام، الوضع كان كلش مخيف، لكن المكان كان منار بالأشخاص اللي كانوا هناك أهل القرية نفسها اللي عرفوا إن أنا أصلاً غريبة ما لي علاقة يعني لا شكلي ولا سيارتي لا علاقة بالقرية يعني، وعرفوا حالاً إن أنا يعني ضايعة. بس درجة الاحتفاء درجة الاهتمام درجة المراعاة اللي لي كانت تفوق التصور، لدرجة إن أنا قلت بهون ما برايح مركز كونو بقعد لأن في أحد عزمني على العشاء قلت تفضل تعشى عندنا يعني، فكنت ناوي إن أنا أدش أتعشى عندهم. أوكي يعني كان بالنسبة لي أثمن من إن أنا أروح وبالنهاية واحد ركب سيارته وقال لي امشي وراي. أوكي بمشي قدامش عشان دلين يعني، فهاي كان في 2012. أوكي يعني وتصرف تلقائي ويعني هاي البحرين زين. فاللي صار في 2012 او في 2011 شغل عامل الخوف، لان لا يمكن يكسر اي شيء يكسر علاقه بين الاثنين الا اذا كان في خوف. فعامل الخوف اوكي وهاي عامل نفسي مهم يكسر علاقات افراد ويكسر علاقات جماعات. اوكي فشغل عامل الخوف الشيعي يخوفه من السني والسني يخوفه من الشيعي، ولهذا حدث نوع من اللي قلت عنه التوجس. وانا على فكره في 2011 رحت الفاتح، رحت الفاتح علشان بعرف اشوف يعني شو اللي استدعى ان الناس تركض في الشارع وتدبج بسيارات وذي، والناس كلها كانوا خايفين بعيداً عن أي شيء ثاني، كانوا فارشين يفرشون سياراتهم حزة الصلاة. أسامة لا تشاغب داش متأخر، فكانوا فارشين سياراتهم حزة الصلاة أظن المغرب كانت، وكانوا يصلون صلاتهم غريبة صلاة طبعاً صلاة المغرب يعني إيه، بس كان توجههم كأن هم بيفنون كأنهم بينتهون كأنه بيصير في شيء يعني هم وجودهم مهدد. فلهالدرجة الناس أوكي خلوها تحس بالخوف. فلما أنت تحس بالخوف طبعا يعني حق اللي دارس علم النفس يعرف أن الخوف عامل معطل يعطل الفكر يعطل اتخاذ القرار يعطل التفكير الموضوعي عند الإنسان، ويكون حكمه في بالنهاية حكم تماما يعني مجرد من الموضوعية مجرد من العقلانية، يعني كل اللي يفكر فيه سلامته يعتقد ان سلامته مهدده. شاركت في الحوار الوطني الاول وفي اشخاص مثقفين واكاديميين وكبار قالوا لي احنا نفكر نهاجر ونروح السعوديه ولا قطر ما ندري ايش بيصير فينا لهالدرجه، عرفت؟ فهاي عامل الخوف. اعتقد على مدى الزمن الان الكل يعني صحى من هذه النوبه وعرف ان الموضوع كان يعني موضوع ما له علاقه تماما بما حدث. أنا بس بغيت أتحدث يعني في موضوع مهم بعد، إنه لا يجب أن نعتب على الأشخاص أو الناس أو الجماعات لما تصبح طائفية. إحنا قاعد نتكلم إنه لازم يصير طائفيين ولازم طائفيين ولازم طائفيين. في هوية وطنية تجمع الجميع، صح؟ في هوية وطنية. هذه الهوية الوطنية المفروض إن هي الجامعة، هي التي تجمع. لأن أنت تلتزم أمام يعني لك حقوق ولك واجبات وعندك أنت مرجعية أوكي سواء في الخطأ ولا في الصح، عليك واجبات ولك حقوق وفي
نقاط ارتكاز في المجتمع تحفظ لك حقك. إذا كنت مخطئ تعاقب، وإذا كنت مصيب تثاب. لكن لما تختل هذه المقاييس، ماذا يفعل الإنسان؟ يهرب إلى هويته الفرعية. فلما الشيعي يتمسك بتشيعه، أو مو بتشيعه، هو بشيعيته، والسني يتمسك بسنيته، معناته لازم احنا ندق جرس الخطر. ما نقول حق ليش انت صرت شيعي، وانت صرت صاير سني زايد عن اللزوم وشيعي، لا، لازم نبحث في لماذا. لماذا كان في فترة البحرينيين كلهم بحرينيين، كلهم بحرينيين يعني، وسنتهم وشيعتهم، ويعرفون نفسهم انهم سنة وشيعة، ولكن التفكير الاول اللي يجيهم هو التفكير الوطني البحريني. هذا هو الأمر الخطير اللي لازم ننتبه له ونفكر فيه، ونفكر ليش. دكتورة طولت. إيه سوري، بس هذه اللي أبي أقوله. لو وجدنا حالة طائفية، لازم أن ننظر ماذا تسبب في الحالة الطائفية. ضياع الهوية الوطنية هي التي تسببت. شكرا. نجي نحللها كخطاب سياسي، نرجع إلى عالم اللسانيات الأمريكي هانس زيلك. شو يقول لما نحلل الخطاب السياسي؟ هو أهم البنيوية مالت الخطاب اللي هي الثقافة واللغة. اللغة هي اللي تدلنا هل هي محايدة، هل هي متلونة، متى يستخدم التلون في اللغة اللي يخدم سياقات السياسي اللي يعني شيء ولكنه يهدف إلى شيء آخر. فالخطاب عموما هو اللي يعطينا الخلفية الثقافية للأصدره واللي تلقاه، ودائما هم لهم موازين قوى، لأن عادة الخطاب يتكون من ثلاثة أشياء: مرسل ومستقبل والنص، سواء كان مسموع أو كان مقروء. هذه الجزئية المقروء أو المسموع، إحنا مو بس إحنا نطالع أنه كخطاب، إن ما لم يقله الخطاب كيف تستنبطين ما وراء السطور، كيف تدرسين ما وراء السطور. هذه طبعا كلها مراكز بحثية لاستطلاع الرأي ولإصدار القرارات، حتى واتخاذ القرارات بالتنبؤ بالتحليلات اللي جاية في فوكس نيوز، في سي إن إن، في الجامعات الأمريكية، في شبكات الإعلام مثل الجزيرة، موجودين عندهم. فعندهم لم هو ما يبحث في اللي قلته، ما لم يقله الخطاب، يدورون اللي ما قلته أنت لكن كنت تعنيه بغير قصد. كان هذا بالنسبة إلينا إحنا، يعني سواء كنا أكاديميين، مثقفين، ناس شعبويين، كان موجود عندنا في تراثنا. لما المتنبي كان يخاطب سيف الدولة، تصوري المتنبي يقصد هو يصل إلى الحظوة ومن ثم إلى السلطة، كلها ترى هذا من أجل السلطة، هذا الخطاب وهذه التكنيك وهذه المشاكل كلها من أجل الوصول إلى السلطة أو الحظوة. فقال بيت شعر يعني مشهور اللي يقول يا عدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. فهو كان يطلب الحظوة من أجل وصول للسلطة، بينما سيف الدولة اعتبرها تعزيز لسلطته ودولته. تخيل، فأنت عندك هني المترادفة المفردة، كيف أنت توظفها سياسياً؟ ولا ألوان الخطاب. الخطاب الأكاديمي معروف اللي هو المعلومات والمنهج، لكن في ساعات يتوارى فيه السم مثل العسل يعني، وهذا اللي قالوا إنه لازم تنقية المناهج التعليم. في عندنا الخطاب اللي هو السياسي اللي هو التحريضي، التعبوي، الشعبوي، دائما في مترادفات الحب والسلام، الحرب والحب، أو السلام والإرهاب، يعني دائما المتضادات والمترادفات فيه. فإحنا لما نشوف الخطاب، خصوصا هذا الخطاب بشكل عام، لكن لما نجي نقول طائفي،
الطائفي له الصبغة. يجب أن تكون يعني مثلا هذه الخطاب الطائفي المقيت اللي احنا اليوم نشجبه وننددها، ندد باء ونرفضها رفض بات. شنو مواصفاته اللي استدعتنا ان احنا نرفضه؟ الخطاب الطائفي السياسي اللي هو يتلظى ويتغطى برداء الدين. عادة ما في واحد منسوب الطائفية فيه كبير إلا ومنسوب متدني من التدين. وأنا أخالف الأستاذ الفاضل أستاذنا إبراهيم لما يقول إن المتدينين هم اللي دائما يطرحون الطائفية. هذا خطأ. أثبت العلم إن أي واحد يدعي بالطائفية وعنده خطاب طائفي معناته منسوب الدين ماله متدني. فهذا كلها شو مو حقيقي. إذا هو مو متدين، مو عالم، لأن العالم ما يقول المثقف ما يقول أنا مثقف. من تصرفاته أنت تحكم عليه، من مفرداته، من كلامه، من تصرفاته، ما يحتاج يقول أنا من أكون، هو يكفي يعني تعال. فهذا هو الخطاب اللي هو هذا يسمونه الباكج مال الخطاب. أنت تقدرين تعرفين هذا اللي يقول ما لم يقله الخطاب. أنت شلون تقدرين تستكشفين الرابط ما بين الثقافة واللغة، الأيديولوجية، الخلفية الثقافية لكل واحد. لا قصير جدا. اي تفضل. مشغوله يعني. لا 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 بالعكس انا كنت احب. الاستاذ محمد عبد الرحمن تفضل. شكرا الاخ الرئيس. طبعا نشكر التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي وايضا كلا الدكتوره والاستاذ على ورقتهم المميزتين. يعني جيد أن تم ذكر الأحداث 2011، وأن خلالها أيضا تم يعني رقعة الخطاب الطائفي، أيضا أخذ بعده الواسع في داخل مجتمعنا. وللأسف الشديد هو الخطاب الطائفي أساسا كان خطاب سياسي أكثر من هو ديني. يعني الجانب الطائفي يأخذ بعدين، في بعد سياسي وفي بعد ديني، ولكن استقل بشكل كبير في بعد السياسي. لذلك يعني الوضع المجتمعي بمثل ما تفضل الأستاذ أن في الخمسينات استطعنا على أن يعني في فترة وجيزة أن يعني ننهي مسألة الطائفية وتأتي المطالب الوطنية في من خلال هيئة الاتحاد الوطني. ولكن للأسف الشديد في 2011 من استخدم الخطاب السياسي بشكل كبير، من يملك الماكينة الإعلامية أيضا بوسعها وبقدراتها وإمكانياتها، وجير له يعني هذا الخطاب السياسي جير لكثير من الشخوص التي يعني لها مصالح شخصية أو لها أيضا أهداف تعني بجانب معين، إن كانت جهات رسمية كالنظام أو الحكومة أو جهات أيضا لها أبعادها الدينية في تياراتنا السياسية الدينية اللي تواجدت. الخطاب الديني السياسي استطاع على أن يصل بشكل سريع، لأن هناك للأسف الشديد كان في ضيم أيضا في المجتمع. إذا فرزنا مجتمعنا البحريني كانت هناك طائفة كبيرة حصلت عاشت بمساحة كبيرة من التمييز، وقع عليها الفقر، وقع عليها الظلم، وقع عليها التهميش في كل المواقع، إن كانت سياسية، اقتصادية، اجتماعية. لذلك استخدم الخطاب السياسي من أجل تفتيت المجتمع وتوصيل ما يعني ولوقف المطالب. 2011 كانت مطالب وطنية، إصلاح البعد السياسي في البلد، وإصلاح البعد الوطني في داخل البلد من أجل مشاركة سياسية في داخل مجتمعنا. هذه أساس الأحداث 2011. جرى فيها ثنائيات في مطافي في إسقاط نظام ولا كذا، هذه أشياء لا يعتد بها بمثل ما وضعت الأساسيات الإصلاحات في 2011. نأتي الآن إلى موضوع كيف نعالج الخطاب السياسي. الرسالة كانت واضحة أيضا حتى من مطالب
أحداث 2011، ومطالب أيضا السياسية من القوى المعارضة، الجمعيات المعارضة قدمت كثير من الـ يعني رؤاها من أجل إيجاد المسار السياسي المشترك لصنع القرار السياسي. عندما يتم صنع القرار السياسي مع يعني المجتمع بكل فئاته وأطيافه السياسية، يستطيع أن يتقدم لإنهاء هذا الخطاب الطائفي البغيض. احنا لازلنا المعالجة نتفق مع الدكتورة ايضا في ورقتها والاستاذ في ورقة بينوا اين المسار لتصحيح لابعاد هذا الخطاب السياسي، ويجب على يكون على النظام او السلطة على ان تخطي خطوات هذا المسار اللي هو ايجاد الدولة المدنية الديمقراطية العادلة الحديثة في المجتمع. اذا لم توجد هذه الدولة المدنية لتبعد البعد الطائفي، لانه هو الخطاب السياسي الطائفي أو الخطاب الطائفي هو مسار خطير على المجتمع في استقراره وفي تنميته المستدامة. على هالأساس نريد الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وهي لها أسس، وكلكم على بينة فيها عندما نتكلم. روح أسس هذه الدولة هي المناخ الديمقراطي الحقيقي في المجتمع، وهو اللي يعطي حرية التعبير وكذا. ثلاث مقومات أيضا للدولة المدنية، لأننا محتاجين لها لتوصيل رسالة للجانب الحكومي من أجل يعني وعد هذه من أجل الإصلاح السياسي الحقيقي في البلد. يعني عندما نتكلم عن المواطنة المتساوية، عندما نتكلم عن فصل السلطات، يعني بينتوا تطرقتوا للدستور، ولكن للأسف الشديد يعني غياب الفصل الحقيقي بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. النصوص الدستورية تضعف في مسارها القانوني وفي مسارها العملي. نريد تشريعات وطنية تتماشى مع مبادئ وقيم الدستور اللي تفضلتوا به. الموضوع حقوق المرأة أيضا أساس هي لها دور كبير في المجتمع، من المهم على أن يكون لها مكانة. المواطنة المتساوية وكلكم تطرقتوا له، إذا لم تكن هناك مواطنة متساوية ويكون في صميم هذه المواطنة التوزيع العادل للثروة، لن تكون لا نستطيع على أن ننهي الجانب الطائفي، لأن أكيد المجتمع الأثني الذي يحمل هذه الطوائف المتعددة إذا حصل الضيم من خلال الدولة أو من خلال على طول هو يتوجه إلى طائفته، فالقضاء على طائفته يجب أن يكون هناك مواطنة حقيقية. وشكرا. شكرا جزيلا. أستاذ جعفر لدرازي تفضل. ثلاث دقائق أستاذ. أوكي. سلام. أحب أشكر الجمعية على هالتنظيم، وأنا أعتقد إن يعني عمل عظيم إن أنت تحاول في هالوقت هذا إن تقدم عمل يؤدي للوحدة ما بين الناس. استحضرني بيت شعر قديم واجد جميل يقول: حين تحترم حقي فأنت أخي، عبدت الله أم عبدت الوثني؟ أنا وش تعبد وش ما تعبد لا يعنيني. أنا في الأحداث قبل الأحداث سيد إبراهيم، أنا من الناس ومحمد حسن لأن نشاط كبير في مجال محرك، وإذا ما رحنا يتصلون يجون. يعني هذا موضوع كلش يعني يمكن إحنا بنلتقي في الجهة الغربية، لكن الجهة الشرقية ما كنا نلتقي. الموضوع في البحرين موضوع سياسي ما له علاقة بالطائفية، لأن في 2011 صار فرز شيعة وسنة وقفوا مع المعارضة، شيعة وسنة وقفوا مع الحكومة. زين، في النقطة هذه خلت الموضوع سياسي وليس موضوع طائفي. المجتمع الصغير في البحرين، أنا أعطيك مثل، أنا عندي شغلة خدمات 2011-2012-2013، 80% من العمل اللي أنا أقوم بخدمات كان مع السنة ليس مع الشيعة. ليش؟ لأن الحاجة الإنسانية بين المجتمع لا يفرزها. ما يجي يقول لك والله أنت شيعي أنا ما أبغى من عندك شغلة وأنت سني ما لا حاجة. الحاجة الإنسانية بين المجتمع تحدده. نجينا نقطة أستاذ نجاح تقول التدين، لا
أنا أعتقد الإنسان كل ما صار زقورت صار طائفيته قليلة. الزقورت لأنه نقطة مهمة. شنو النقطة المهمة؟ علي الوردي يقول شكل ما قال أستاذ إبراهيم، الإنسان كل ما راح اضطهد أو كذا راح إلى جغرافيته، وعبارة المشهورة في التاريخ الإنسان أسير جغرافيته. صحيح. الجغرافيا أنا إذا مثلا من يصير اضطرابات ولا شيء في قريتي ما أروح مكان ثاني، لأن هاي مجتمعي، هاي أهلي، أنا أروح مني أروح مني. لذلك يعني هاي أمور كلش مهمة. أنا أعطيكم مثل، أنا في المحاضرة السابقة تكلمت عن فريقنا، أنا فريق الحمام، وأفتخر وأعتز فيه لسبب بسيط. في الستينات والسبعينات كان عندنا نايت كلاب وبار تأسس في أواخر الخمسينات بينه وبين المسجد 200 متر. لا، مدرسة ثانوية مقابلينها بار نايت كلاب، احنا في محرم نروح نعزي ومر عليهم يرقصون وحنا نعزي، لا حد شال لي حجرة فلا ولا شيء. عيسى بدينا وموسى بدينا. إذن التسامح والطائفية والآخره ينبثق من شيء واحد. في واحد طائفي في البحرين جد في إيران شيعي، بينما هو في البحرين هو أبو سني. الولد اليوم يغرد ويسوي وطائفيته حقد شديد. ليش؟ يمكن مصلحته تقوم على الأساس. الجغرافيا مالته وسعته. فأنا أعتقد إن في شيء واحد، متى انتهت الأزمة السياسية الطفيليين سوف ينقرضون، مثل المستنقعات. الأول يصيح مطر في البحرين يصير الماء يخضر وكذا وما أدري شنو، يجي الشمس تجفف فالوريقات والبعوض ينتهي، والسلام عليكم. شكرا جزيلا. الأستاذ حسين الصباغ، تفضل. بشكل مختصر. السلام عليكم جميعا. بعد أبي بد أشكر التجمع الوحدوي على يعني هذه الندوة المهمة، وعذرا أنا حضرت متأخر بعض الشيء، ولكن تتحملوني بهذه المداخلة. أنا راح أبدأ من حيث انتهت الدكتورة هدى فيما يخص سؤالها، وتسمح لي الدكتورة ويمكن أيضا الأستاذ إبراهيم أن أختلف وياهم. ليش يكون في تفكير طائفي؟ أنا من إحدى مقولاتي إن اللي ما يفكر بشكل طائفي في البحرين هذا عنده مشكلة. اللي ما يفكر بشكل طائفي نعم عنده مشكلة. ما بعيدا عن هاي يعني كل اللي طرح جميل فيما يتعلق بمحبة الناس للناس وسمة التسامح في المجتمع البحريني، ولكن فقط اسمحوا لي بقصة صغيرة. أكثر رجل عادل في كل تاريخ البشرية، أكثر من رسول الله صلى الله عليه وآله، ما موجود أيضا. النبي محمد كان في مجتمع المدينة، وهو مجتمع يتكون من مكونات أو مكونات مثل ما يقولون الأنصار والمهاجرين والقبائل وما شابه. في غزوة حنين لما خص يعني بعد الحرب وكذا، تم أعطي غطفان وبني أمية وتميم خصصوا بعطايا من الغنائم حرم منها غيرهم. حدثت أزمة لدى الأنصار، لماذا نحرم؟ صار بينهم أخذ عطا، وجاء سعد اللي هو زعيم الأنصار وتكلم مع النبي باستغراب، فقال له سعد أنا واحد من الأنصار يعني، ونشعر هذا الشعور. هم يتكلمون إلى من؟ إلى نبي. وإذا تسمحوا لي بس على السريع، جمع النبي الأنصار كلهم، عندهم في مشكلة طائفية الآن لدى المجتمع الإسلامي، وقال لهم يا معاشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم وجدتموها في أنفسكم؟ ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا الله ورسوله،
أمن وأفضل. ثم قال لهم: أما والله، النبي يكلمهم، يكلم من الأنصار، أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك. أوجدتم علي يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا، أو آلفت بها قوما ليسلموا؟ اختصارا للخطاب، متى ما وجد، طبعا النبي صلى الله عليه وآله بعدين أخذ خطوات تراضي مجتمع الأنصار بحيث يشعرهم أن أنتم جزء من هذه الدولة وجزء من هذا المجتمع، وأن لكم من الحقوق ما لكم، ولن نقبل بهضيمتكم، وهذا موجود في النص. شكرا جزيلا. ما أريد أن أصل إليه، اسمح لي بس هاي الخلاصة. الطائفية مسؤول عنها بالدرجة الأولى هو النظام السياسي. متى ما كان النظام السياسي يحافظ على مصالحي ومكاسبي كمواطن، لو 100 إمام مسجد يقولون لي يصير طائفي ما راح أطاوعهم. إذا النظام السياسي يخبرني إن أنا مختلف عن المواطن الآخر بدرجة، لو كل أئمة المساجد يتكلمون عن المواطنة وعن التسامح لن أصدقهم ولن أؤمن بكلامهم. المجتمع يتعامل مع تعامل دولة، النظام السياسي هذا إلى أي درجة يحافظ على مصالحي ومكاسبي؟ لو كل الشيوخ الدين يقولون لي يصير طائفي ما أطاوع، وهذا موجود في المجتمعات حولنا. شكرا أستاذ. حيا. شكرا. الأستاذ جاسم العصفور. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يقولون ختامها مسك إن شاء الله. أنا آخر واحد الظاهر من المتداخلين، بعد واحد بيكون الوحدوي ختامها مسك فعلا. أشكر جمعية الوحدوي على تنظيم هذه الندوة الرائعة، وهذا يعني الندوة عصب تقريبا المكونين للسنة والشيعة، هذه الندوة اللي نتحكى فيها الحين. أشكر دكتورة نجاح، أشكر الأستاذ إبراهيم على هذه المداخلة، وأبتدي من حيث انتهى الأستاذ حسين. فعلا النظام السياسي هو المسؤول الوحيد عن بث روح هذه الطائفية البغيضة. الهوية الوطنية كما ذكرت الدكتورة، الهوية الوطنية سحقت، ونحن بحاجة الآن بحاجة أن نكون واعين جدا. أتفق معك في كثير مما طرحتي بأنه لم يكن هناك خوف من المواطنين المكون الشيعي عندما يذهبون إلى القرى، حتى أيام الأزمة، في شدة الأزمة. أنا ولد أخوي تزوج، ولد أخوي النائب الشيخ مجيد العصفور تزوج قبل تقريبا سنة ونص، وكانت الأحداث مستمرة من حضر تصورون، وكانت مسيرة موجودة، وكانت الطرقات مسكرة، يعني أنا موجود في الحدث. من اللي حضر تتوقعون؟ حضر رئيس مجلس النواب، وحضر جميع أعضاء مجلس النواب. طيب لو كان هناك يعني مثل ما نقول شيء في النفس أو طائفية بغيضة تجاه المكون الآخر، أو مع العلم أن مجلس النواب ترى شريك مع النظام في جريمة سحق الهوية الوطنية، لكن لو كان هناك بغض، تضحك محمد حسين، فعلا شريك مع النظام في سحق الهوية الوطنية، ولكن لو كان هناك بغض وكر لصدر شيء، يعني لم يسمعوا كلمة واحدة بل سمعوا كلمات الترحيب، سمعوا جميعهم كلمات الترحيب، وخرج البعض معهم إلى نهاية الشارع ليوصلهم إلى خارج القرية بكل أمان.
إذا نحن بحاجة إلى وعي، بحاجة إلى إدراك. بعد نقطة أخيرة الدكتورة طرحتها، يعني إنه هو الخوف اللي كان يموت الآن بدت الناس تدرك، بدت الناس توعي إن ترى اللي صار ما في خوف. الخوف خلقه النظام، خلق النظام السياسي. ما في عندنا خوف، إحنا لازلنا موجودين ولازلنا متجانسين، لازلنا نقعد مع بعض في المقهى، في المجالس، في كل مكان. ولكن البعبع هو اللي خلق لنا هذه الفجوة بين المكونين. تحياتي لكم وشكراً. مداخلة للأمين العام للوحدوي الأستاذ حسن المرزوق، ومداخلة أخرى للأستاذ عبد الله ملك، ونختتم بها أحمد ملك. مبلا دكتور. مساء الخير جميعا، أشكر حضوركم الكريم أولا، وأشكر المنتدين الأستاذ العزيز الأستاذ إبراهيم والدكتورة العزيزة دكتورة نجاح. لن أتحدث عن ما تحدث به الأخوة، يعني معظم الحديث متشابه، ولكن أنا أتساءل هنا أين هو القانون الذي يجب أن يطبق على هؤلاء الموتورون. يعني الأخ سعيد الحمد اشتغل في 2011 في برنامج من خلال قناة غير معروفة اسمها الاتحاد، وما خلى كلمة ولا هجوم بشكل يومي على المعارضة وعلى الطائفة الشيعية الكريمة. كذلك الحال مع قناة وصال، كانت تغذي الفرقة بين طائفتين، وكذلك قناة فدك الذي يديرها ياسر الخبيث، كذلك الحال قامت بمهاجمة الطائفة الأخرى، الطائفة السنية، بالإضافة إلى الشروقي، بالإضافة إلى الشاعر سوسن الشاعر، بالإضافة إلى محمد خالد، وهو الذي في الأساس أعطانا هذه الفكرة، عقد هذه الندوة. محمد خالد الذي يتجرأ بكل هذه السهولة وبكل هذه البساطة ويتهجم على فريق أو على طائفة كريمة هنا في البحرين. في سلطنة عمان هناك قانون صارم، من يقول، مجرد يقول هو شيعي أو سني أو يهاجم هذه الطائفة أو تلك، يتم عقابه مباشرة بالسجن. طيب هؤلاء ومنذ 2011 إلى اليوم حتى لم يستجوبوا. محمد خالد حصل لنا كم 20 يوم من قرد التغريدة لم يستجوب، وهناك حسب ما أعرف 4 قضايا مرفوعة عليه، بالإضافة إلى 25 شخصية شيعية وسنية تقدمت بشكوى ضده، ومنهم كثير من الأخوة هنا موجودون، وإلى الآن هو ينعم في بيته وربما يسخر من التغريدات ويسخر من الحملات تويتر ويسخر حتى من هذه الندوة، لأن من أساء، من أمن العقوبة مع الأسف أساء الأدب هنا في البحرين. أتمنى من الحكومة فعلا، من السلطة، أن تتقدم بخطوات رادعة ضد هؤلاء حتى يتوقف هؤلاء، حتى نلعب بوضع أرقى. أنا شخصيا متفق، ليس هناك مشكلة بين الطائفتين، مشكلة حقيقية. يعني من كان يسمع سعيد الحمد ويسمع خطاباته، ومن كان يقرأ مقالات سوسن الشاعر والزياني وغيرهم، يقول أن هناك فريق سوف يتوجه الآن من الرفاع إلى سند المتقابلتين، ولكن لم نرى هذا، لم نرى هناك أي تنافر أو تصادم بين الطائفتين الكريمين. الحمد لله لأن هناك وعي، ولأن هناك لحمة وطنية حقيقية موجودة عدا بعض الموتورين هنا هناك. شكراً جزيلاً أبو حامد، شكراً. المداخلة الأخيرة للأستاذ أحمد ملك. نشكر الجمعية على يعني طرح هذه الموضوع. كمان أنا ما أبي أتفرع وأدخل في هذه، وخاصة أنا آخر المتداخلين، وأحاول أن أختصر قدر المستطاع. إن شاء الله خلصته. إنزين، أنا بختصر كلش. يعني
احنا قبل لا يكون عندنا الخطاب الطائفي اللي نشكو منه اعتقد لازم نحط يدنا على الجرح الاساسي الاولي، كيف ولد هذا الخطاب؟ والا وهو انا لا ابتعد كثيرا بان الشعب طبيعته لم يكن طائفيا وان شاء الله لن يكون، هاي في الاساس. اذا نتحكي عن 2011، بعدين حتى 2011 والدوار مو مشكله، انت عندك مطالب لك حقوق تطالب بها وما في شيء، لكن خلينا نقول ماذا جرى في الدوار الا غير توجه البوصله نفسها في الاساس، وهذا ماذا شكل عند الجانب الاخر اللي متعايش وياك وما عنده مشكله وياه. هذا الجانب اعتقد يجب ان نقف عنده. الشيء الاخر انا اعتقد ان الجمعيات السياسيه لم تقم بدورها الصحيح انذاك لما انحرفت البوصله وراحت الى اتجاه اخر. انا اعتقد هني كان من المفروض ان لا يعني مثلا على سبيل المثال نتحكى بهذا اللغه، اذا انا لا اتفق مع اسقاط النظام وانتهت الزياره يا اهل الزباره والمشانق ولا اخره وانا ما يعجبني ذي المحل، شم قاعدني؟ هذه مو مطالبي، انا مطالبي تعديلات دستوريه، انا مطالبي حقوق الانسان، انا مطالب اكثر من كذي، بل تجمع فيها الطوائف كلها مو بس السنيه والشيعيه حتى الاديان الاخرى. هذه كان هني موقف، فكان مفروض مطلوب دور اكبر. طبعا انا لا اختلف ان اي نظام يحكم ناس استقل اي شيء موضوع عندي للحفاظ على وجودي. نعم استقل اذا كانوا الشيعه انا ذاك في صالحي انه يبغوني بكون واستقل ذا الموضوع، واذا كانوا السنه نعم من الطبيعي اذا انا صاحب كرسي وبحافظ عليه فلا بد مني ان انا اخذ اي جهه تكون وياي. نعم تحطون الهاي اتفق كثيرا مع اخونا حسن في كثير من الامور اللي قالها، نعم هذه هي كلها صحيحه، لكن اعتقد كان في دور اكبر من شذي، كان مطلوب انا ذاك وحتى ممكن نتابع في لليوم. يعني مثلا نتيجه اللي اطلبوا هذه المطالب الا يعلمون اليوم ان هذه غير قابل للتنفيذ؟ حتى الجماعة السنية لو فكروا في أن أنا برح بستفرد وبطلع مثلا النظام الموجود وببني نظام آخر مكانه، هل هذا بيكون ممكن ينجح؟ لا، لا عند هذا الطرف ولا عند الطرف الآخر. وإن كان التوجه كان على فعلا في الحقوق والواجبات اللي أنا أحتاجه اللي أحس أن النظام مقصر فيها لكل الفئات، الموضوع يختلف. يعني لنقول شيء بسيط، لو كانوا أنا ذاك الجماعة الجمعيات اللي كانت موجودة اللي تختلف مطالبهم عن المطالب الفئة اللي قدموا ما قدموا وقالوا ما قالوا وحرفوا البصلة هذه، لو راحوا دوار آخر لنفرض هل كان الوضع بيكون نفس الشيء؟ أنا لا تواجد لكن المكان هذا لا يمثلني، هني القوة الموجودة هني أعلى مني أنا، أو يفرضون علي، أو أخاف أن بعد أني أنا أنعزل، أو ربما الحلم والفكرة أن مثلا فعلا كان في احتمال أنه ممكن إسقاط نظامه وبيسقي النظام. طبعا الطرف الآخر من قلنا من الطبيعي أنه هو بيخاف منك بيأخذ دور آخر أيا كان، حتى لو تقلب الصورة وتقلب الآخرة. أنا أعتقد هني عشان يتغير الخطاب الطائفي لازم نرجع إلى الأصل. شكرا. أنت بس أكمل في أقل من النص دقيقة، فأنت لازم ترجع مرة ثانية إلى مسألة شن هي حقوقك، المواطنة مالتك شلون عدالها، كيف تعمل عليها، وهذا هو اللي أنت بتجمع فيه الأولى. أما الجماعة الآخرين مثلا جماعة مثل ما قال الأستاذ سعيد أو الآخرة أو كذا كذا، هذا ما بيكون لهم وجود إلا لفترة معينة في حقبة زمنية معينة، لكن على المدى البعيد والتاريخ البعيد الموجود قبل لا ممكن يخليه يستمر ولا ممكن يعيش، لأن ما حد فينا يحب يعيش إنه في بلد واحد وهو أمام طرفين أو أمام طائفتين، هذه خايف مني وهو خايف مني. أنا أعتقد هذه لا، أنا أختصر كان عندي الكثير لكن ما اقدر اطول اكثر. شكرا استاذ احمد. شكرا. المداخله الاخيره استاذ محمد العراري. الان مع الاستاذ ابراهيم المناعي. حياك حسن. ما بعقب
مساء الخير. شكرا اولا للجمعيه التجمع الوحدوي. انا اعتقد هاي الندوه جدا مهمه، ورغم انه يعني كثير من النقاط حاولت تلف على الموضوع ما تتكلم فيه بشكل مباشر نتيجه ربما الشعور بان هناك رهبه وهناك ايضا مراقبه، وهذا شيء مقبول معروف. انا اعتقد من المهم جدا ان نتحدث عن محطات تاريخيه أثرت في الخطاب الطائفي. المحطة الأولى اللي إحنا ما استغليناها، يعني في محطات إحنا لم نستغلها، لم نوظفها بشكل جيد. أول محطة من المحطات هذه هي محطة الاستقلال. عندما حدث الاستقلال في عام 1971 لم يتم تكريس المواطنة في هذه المحطة، وبالتالي مشت الفترة دي لغاية المحطة الثانية اللي هي محطة البترول، لما ارتفعت أسعار البترول بعد أعقاب النفط، ارتفاع أسعار النفط في 73، في عام 75 لما حلت تجربة المجلس الوطني الأولى لم يتم أيضا معالجة التجربة بالشكل الجيد. وبعد 75 جت محطة 79. يجب أن نعترف بأنه قيام الثورة الإيرانية في البحرين في إيران أحدثت شرخ في البحرين، فصار في اصطفاف أيضا، وهذا الاصطفاف ساهم في أن يقسم البلد نصين. عقب محطة 79 جت محطة التسعينات، عفوا يعني هي محطة التسعينات يعني بشكل أساسي، محطة أحداث التسعينات اللي ابتدت في ديسمبر 94 وامتدت إلى 98. هذه المحطة لم يتم أيضا التعاطي معها من أجل تكريس المواطنة، بل تم التعاطي معها بأنها هي انقلاب وأن كذا وأن كذا، وبالتالي زاد الشقاق أكثر. جت مرحلة الإصلاح عام 2001 والناس استبشرت خير، وكان كان في إمكانية أن يكون بداية مشروع من أجل معالجة الجراح ولملمة الأوضاع وإلى آخره، بس أيضا لم يتم استغلالها بالشكل الجيد. عندما دخلت المعارضة في 2006 إلى المجلس الوطني تم التعامل معها كأنها عدوة وليست شريك في الحكم وليست شريك في المجتمع، وبالتالي أيضا تم تكريس الأزمة في داخل البلد وتكريس فرص وبيئة حاضنة للخطاب الطائفي. آخر محطة أنه بعد 79، بعد 2006 عفوا، جت 2011 كانت الكارثة الكبرى، وبالتالي هذه المحطات لم تعالج بشكل يكرس المواطنة. عندما تكرس المواطنة في البلد سنكون بخير، ولن يستطيع لا سين ولا صاد ولا عين ولا جيم يتحجج بنا. شكرا لكم. الآن مع تعقيب الأستاذ إبراهيم المناعي. طيب بشكل سريع، الأستاذة هدى المحمود تكلمت عن العزلة الاجتماعية وقالت إنه إحنا نتزاور كأفراد في مجالس وكذا. أنا أتكلم عن تواصل مؤسسي وليس أفراد، لأن أنا أيضا أروح إلى سوق سترة وأخذ السمك من هناك لما أشتهي هنا أكل سمك، يعني أنا أتكلم عن جانب مؤسسي ووزارات مؤسسات رسمية، مجالس أهلية تتزاور وتقضي على هذه العزلة. الأخ محمد عبد الرحمن تكلم عن الخطاب الديني السياسي وأحداث 2011 وطالب بتطبيق تشريعات. أنا أتفق معه أن على ضرورة تطبيق التشريعات على أي خطاب طائفي، وكذلك إيجاد الدولة المدنية الديمقراطية. بالنسبة للأستاذ جعفر الدرازي تكلم عن أنه المشكلة الطائفية هي سياسية في الأصل وليست طائفية، وأنا أتفق معه بأنه استمرار الأزمة السياسية في البحرين توفر البيئة الصالحة للخطاب الكراهية وللنفس الطائفي، ولذلك يجب مضاعفة الجهود من قبل الدولة لحل هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن.
للقضاء على الطائفيه. الاستاذ جاسم العصفور تكلم عن انه الطائفيه مفتعله، نعم هي مفتعله، انا لا اعتقد ان هناك في طائفيه، هذه كذبه واشاعه، الطائفيه في البحرين كذبه واشاعه، لا توجد عندنا مشكله طائفيه في البحرين. وين؟ لا لا. الأستاذ حسن المرزوق أيضا تكلم عن تطبيق القانون، وأنا أطالب أيضا بتطبيق القانون على كل من يخالف بغض النظر عن دينه مذهبه توجهه. الأستاذ أحمد عبد الملك تكلم عن أحداث 2011، أنا يعني الموضوع لا يتعلق ب 2011 وأحداث 2011، لأن هذا يعني يحتاج إلى ندوة مستقلة يعني علشان نعرف أين أخطأ فلان وأين أصاب فلان. فالأستاذ محمد حسن العرادي أيضا تطرق إلى التاريخ من السبعينات لغاية الآن، وهذه أيضا يعني معالجة تتطلب أيضا ندوة مستقلة يعني أين كنا وإلى أين وصلنا. شكرا. يبدو أن الدكتور نجاح صنقور لديه المزيد لتقول. إذا ما عليكم أمر، بس مجرد تعريف أو شرح الطائفية الحزبية، طائفية سياسية، هذا اللي احنا فيها يعني، هذه أخطر نوع. متى تحدث؟ هذه متى تستخدم؟ تحدث عندما يكون في تحيزات سياسية، لما يصير في فشل، أزمة سياسية، حلها، إصلاح، تحديث، فقر، بطالة، في هذه دائما تطفو، هذه يعني شيء طبيعي ترى، يعني مثل ما قال الأستاذ جعفر، إن هي مثل الطفيليات اللي تطفو على السطح. دائما طائفية، نعرات طائفية، لما نرجع إلى جميع الأبحاث مالها في رواندا، سواء كانت في بيروت الحرب اللبنانية استمرت 20 سنة، اليمن شوي تروح وتجي، البوسنة والهرسك، كل هذه أول حاجة اللي هي المسيحيين في قرون الوسطى استمرت مئات من السنين، يعني دابة حولهم الكاثوليك والبروستانت أو بعضهم المسيحيين كحروب طائفية، هذه كلها لما ترجع شنو كان السبب مالها؟ سبب مالها الأزمات السياسية، عدم التحديث، عدم عطاء الناس مطالبهم البسيطة الاجتماعية من عمل من أي شيء. أي عاد راحت أرواح، راحت أرواح يعني سنين، حتى هذه فرنسا اللي هي بلد النور بعد تقاتلوا فيها الإنجليز اللي هم من أصل فرنسي من أصل إنجليزي، أم إنجليزية وأبو فرنسي وأبو فرنسي والإنجليز، صوري يعني الطائفية يعني اجتاحت كل الدنيا، وجدنا ان هي كلها المصدر مالها اللي هي دائما تستدعى متى؟ متى تظهر بروحها؟ اذا في مشاكل، ازمات سياسيه، اجتماعيه، اقتصاديه، ثقافيه، ودائما تستخدم الولاء الطائفي. لما ارجع الى الهويه الفرعيه مالتي، متى؟ ضد المساواه، تكافؤ الفرص، اللي هي اللبنه الاولى الوطنية حسب ما جاء الدستور مالنا. إذا في ناس تحارب الدستور مالنا اللي احنا مو راضين عنه، اللي احنا مو عاجبنه، بعد في ناس ما تبغيه. فأنتوا لازم ننتبه لهذه الأشياء الصغيرة اللي يمكن احنا بسبب ان احنا انفعالنا وعاطفنا نقول ان احنا ما وصلنا للمثل، للأفضل اللي هو وعدنا بأشياء كثيرة لكن ما وصلنا إليها. هو هذا نفسه اللي عطانا إياه شوي هالقد، ترى بعد هو محارب فيه، يبون يثبتونا من عندنا، فلازم إحنا ننتبه. هذا الكلام اللي أنا أقوله والله العظيم مو بس أنا اللي قاعدة أبحثه، في ناس أجانب يانا في البحرين هم اللي فتحوا عيوني عليه، يقولون لي ترى هذا كذي، ترى صوري، لأنهم خارج اللعبة، أنا داخل اللعبة، أنا لأن أنا السنية، أنا الشيعية، أنا كل شيء، فأني ما أشوف المشكلة بالضبط،
لكن اللي خارج من اللعبة هو اللي يقدر يشوفها ويقدر يعطيني فوكس ويقدر يقول لي انتبهوا ترى انتوا تقولون ان هذا مطالبكم ما تحققت والدستور هذا لا شيء، انتوا لو بس تطبقون ما جاء في الدستور نفسه احنا بألف خير. صدق احنا لو الدستور بس نطبقه، يعني مجلس النواب مثل ما الشباب تفضلوا وقالوا ان مجلس النواب ان بحاجه الى يقعدون يعني هذه النصوص تصير قوانين وانتهى الموضوع. اي اذا عرفوا يقرون. اي المهم شكرا جزيلا واسف على التطويل و بس نختم مع ديرون. ضيوفنا الاعزاء الضيوف المتحدثين، شكرا جزيلا لكم، على امل لقاء بكم في فعاليه اخرى.